ما للبسيطة زلزلت أقطارها. ليش كل هالحزن وهالبكاء؟ ليش هالاستعدادات؟ ليش لبس السواد؟ وإذا كل إنسان مؤمن ومؤمنة وين رايح الأيام؟ قال مأتم الحسين. شو اللي صاير؟ العالم كله متغير، العالم كله في حداد، العالم كله في عزاء. لمن كل هذا؟ ما للبسيطة زلزلت أقطارها والشمس قد كسفت بها أموارها. وعلى الضجيج وعلى الضجيج من العوالم كلها وكذا المجالس سودت أستارها. قال ليش حاطين السواد؟ آه آه أستارها. هذا كل ليش؟ قالوا أما ترنوا هلال محرم؟ قالوا أما ترنوا هلال محرم؟ قد هل فانهلت له أنظارها. شو أسوي يا شيخ؟ قال فالبث يا بالحزن واجلس للعزاء. فجل فالبس فالبث يا بالحزن واجلس للعزاء. فالحزن للأطهار فيه شعارها. الحمد لله وصل عاشور وأنا بهالسنة موجود. هذه هدية، هدية الليلة، هدية إلى كل أمواتنا من مراجعنا من علمائنا من أرحامنا. أخص بالذكر هالليلة أستاذي، السنة الثانية ما نشوفه على المنبر، شيخ عبد الرسول البصارة. مشتاقين تسمعوا صوته، أنتوا كل سنة تسمعوا صوته. حمد لله وصل عاشور وامتد العمر بي. شو اسوي يا علي؟ ورد البث يا بالسود واخدم بالحسين. شرف شرف خدمة الحسين. ها ترى انا وانت كنا لما يحطوا علينا وسام، ترى انتوا خدام الحسين، ففي ذلك خير الدنيا والآخرة. الحمد لله وصل عاشور وامتد العمر بي. ورد البث يا بالسود واخدم بالحسين. الحمد لله وصل عاشور
وأنا بهالسنة موجود أروح الماتمك يا حسين. حمد لله وصل عاشور وامتد العمر بي ورد المثياب السود واخدم بالحسينية. الحمد لله وصل عاشور وانا بهالسنة موجود اروح الماتمك يا حسين ورد البث يا بالسود. بعد بعد امنيتك يا مؤمن وزيد على السواد سواد والطم لو قرر رادو وزيد على السواد سواد والطم لو قرر رادو ما أقدر أكمل الأبيات ما أقدر ما أقدر. الليلة أول أيام المحرم وإحنا في حداد على أبي عبد الله أقول له سيدي ماتم أنا يحق لي لنصب على أهل المجد ماتم والله ماتم وحق شبدك المنة ثنية ماتم ماتم إلك بقلوبنا يا حسين ماتم لذكرك يا غريب الغاية الغاية